الممثلين الكبار الاجانب جرى العرف ان لما يكون مهرجان لسه مبتدي ان هم بيعملوا نوع من الجذب وبيخلوا الناس تيجي. احنا السنه الخامسه اعتقد اننا بقينا جذابين كفايه من غير ما نجيب ناس من اللي هم ما بيجوش غير عشان فلوس، وكل سنه بيجي لنا ناس كتيره مهمه، بس بيحصل نوع من التمويه بوجود نجم من بره جاي مخصوص بطياره مش عارف ايه بتاع زي كل سنه. احنا قررنا السنه دي ان احنا نضجنا كفايه، وزي ما مهرجان كان وفينس ما بيدفعوش فلوس لحد عشان يروح، فاحنا اعتبرنا اننا وصلنا لمرحله اننا ممكن نعيش من غير ما ندفع فلوس لممثل مشهور او مخرج مشهور عشان يجي، وده هيبقى عرف هيستمر ان شاء الله لحد ما نوصل بمجرد اننا مهرجان جذاب ان حتى الناس دي تبقى هي اللي بتقول انا عايز اجي. فده السبب ان انت مثلا مش هتلاقي دوني بقى اسمع سيلفستر ستالون او مثلا سيلفستر ستالون ونبتدي ناخده في سيلفستر ستالون خد فلوس في الاخر سيلفستر ما خدش فلوس ما خدش فلوس ما خدش فلوس لما جه لا خالص هو اول بس ما خدش فلوس كنا عاملين له رحله لمصر كان برضه كذا حد ما خدش فلوس ولا باتريك دانسي يعني هو بجاوب على السؤال احنا يعني العرف دلوقتي او المبدا اللي موجود في المهرجان اننا مش هندفع لأي نجم عشان يحضر، إذا كان المهرجان مش جذاب كفاية هنستنى لحد ما يبقى جذاب كفاية.